مشوق إلى القراءة وطلب العلم بأمران حفظه الله. آمين. قراءة الرسالة للشافعي 50 سنة. 50 مرة ولا 50 سنة؟ 50 سنة. نعم، هذا الكتاب المشوق إلى القراءة كتاب جميل، ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه لكي يعلم همة الذين سبقوا من السلف رحمة الله عليهم جميعا. وكتاب الرسالة اسمه على مسمى، هو رسالة صغيرة، وهو أول ما صنف في علم أصول الفقه، أول من صنف في علم أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، المولود سنة 150 ونتوفى سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب المذهب المشهور، وهو تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، ذلك الذي طالب العلم وبز فيه، وله ديوان يسمى ديوان الشافعي، فيه من الزهديات وفيه من الرقائق والنصائح الكلام الكثير. والإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أرسل رسالة للشافعية يطلبوا فيه أن يكتب لهم كتابا في أصول الفقه، فألف الرسالة، وكان الحافظ وكان الإمام المزني رحمه الله يقرأه على الشافعي 50 سنة أو 50 مرة، وفي كل مرة الشافعي يزيد وينقص فيها، ثم قال في المرة الأخيرة: إيهن أبى الله إلا العصمة لكتابه تبارك وتعالى، ثم أمره بطباعتها. نعم، فإذا قيل لك من هو أول من صنف في علم أصول الفقه فهو الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي المتوفى سنة 64، ولذلك المزني رحمه الله يأتي عنه أنه رأى الشافعي في المنام فقال: ما فعل الله بك يا إمام؟ قال: لقد زففت إلى الجنة زفا. قالوا: وبماذا ذلك؟ قال: أني كتبت في أول كتابي كتاب الرسالة وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار وعدد ما غفل عنه الغافلون. قال يعني: اللهم صل على محمد، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نقول: وإن كان كذلك للإمام، لكن الديانة لا تقوم على الرؤى ولا على المنامات، فأفضل صيغ الصلاة هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن من إخلاص الشافعي: نعم، لا نزكي على الله، ونسأل الله له الجنة وأعالي ما فيها من الجنان، وأن يلحقنا به ومع نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم. لكن لأن وجدت بعض الناس يهتم بذلك وينشره، ولا ينشر صيغة الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام، فهنا إذا تعارض عندي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قول آخر، قدم قول النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدر الشافعي رحمه الله، ولا نزكي على الله في إخلاصه وفيما فعلنا. قال أي ابن السبكي، قال الأنماطي، قال المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. لم أكن عرفته. قرأ المهذب أكثر من 40 مرة. المجموع شرح المهذب، هذا كتاب المجموع، هذا شرح الإمام النووي رحمه الله، وكتاب المهذب هذا في فقه الشافعية. نعم. ذكر عمر بن سمرة الجعدي في طبقات فقهاء اليمن في ترجمة الإمام الفقيه يحيى بن أبي الخير العمراني المتوفى سنة 58 و500 أنه قال عن نفسه: إنه لم يعلق الزوائد على المهذب إلا بعد أن حفظه غيبا على الإمام عبد الله بن أحمد الهمداني، ثم أعاده الهمداني ثم أعاده في أحاطه قرية منطقة هذه اليمن. نعم. ثم طالعه بعد ذلك. ما تعرفون بلادكم؟ هذه فيه. نعم. ثم طالعه بعد ذلك كله. بعد ذلك كل. ماذا كيف؟ وين؟
ثم طالعه بعد ذلك أحب إلي. لو قلنا ثم طالعه كله بعد ذلك، ليه؟ لأن كل هذا من أدوات التوكيد، إنما جاءت تؤكد ماذا؟ تؤكد الكتاب، صح؟ ثم طالع الكتاب كله، ولا تأتي أنها تؤكد الاسم الإشارة اللي هو ذلك. لو قلنا كله فكان يؤكد هنا ماذا؟ يؤكد اسم الإشارة. لكن أحب إلي لو قلنا ثم طالعه كله، أي كل الكتاب، فتكون التأكيد للمفعول به وليس للمخفوض، والوجهان يصحان. لكن أحب إلي لو جعل التأكيد لماذا؟ للكتاب. نعم، تفضل. ثم طالعه كله قبل التصنيف 40 مرة أو أكثر. وكان رحمه الله يطالع الجزء من تجزئة أحد 40 من المهذب في اليوم والليلة 14 مرة لكل فصل منه. أي أكمل. أي نعم. قراءة معجم الأدباء 8 مرات. هذا معجم الأدباء ليقود الحموي. نعم. قال الشيخ العلامة عبد العزيز الميمني الهندي الراجفوتي المتوفى سنة 98,300 عن نفسه: قرأت معجم الأدباء لياقوت على الأقل 7 أو 8 مرات، وأفضله على كتاب وفيات الأعيان. وفايات الأعيان. وفايات الأعيان هذا لابن خلكان. وفايات الأعيان جمع وفاء، يعني وفايات الأعيان أي الترجمة الوافية لكل عالم من الأعلام. وفايات، الواو مفتوحة والفاء مفتوحة. طبعا ياقوت الحموي هذا الكتاب، نعم، طبعا هذا الكتاب كتبه معجم للأدباء على الحروف الهجائية، لكن وإيش مشكلته في هذا الكتاب؟ إذا جاء يتكلم عن الفقهاء بخسهم في حقهم، عرفت؟ لكن إذا يتكلم عن الأدباء سود لهم الصفحات الطويلة، إنه هو كان والعياذ بالله ما يحب أهل العلم. يعني يأتي ليتكلم عن ابن الراوندي مثلا فيسود له صفحات كبيرة. ابن الراوندي زنديق، وابن الراوندي زنديق، نسأل الله العافية والسلامة. لكن بماذا يفيدك؟ يفيدك بضبط الأسماء وبتواريخ الولادة وتواريخ إيش؟ وتواريخ الوفاة مثل الكتاب. ولذلك لا تجد كتاب من كتب الأولين إلا وفيه فائدة تستفيد أنت منها. لكن لما تريد أن تقرأ في البداية عليك أن تقرأ كتب مثل سير أعلام النبلاء. نعم، أو نعم، فضل. نعم. قرأ التوضيح 70 مرة وشرح ابن المصنف أكثر من 30 مرة، وفي الضوء اللامع في ترجمة إبراهيم بن حجاج ابن محرز ابن مالك أبي إسحاق الأبناسي المتوفى سنة 36,800 قال السخاوي: وحكي أنه قرأ التوضيح أكثر من 70 مرة، وابن المصنف ما ينيك على 30. طبعا التوضيح هذا فيش الكتاب هذا؟ التوضيح هذا كتاب في شرح ألفية الإمام ابن مالك. نعم نعم. قرأ المدونة المدونة هذه مدونة المالكية، فقه الإمام مالك رحمه الله. نعم. قرأ المدونة 1000 مرة. تقدم خبر ابن التبان وكيف كان جلده وصبره على القراءة والطلب، وقول القاضي عياض: وكان كثير الدرس كثيرا، وكان كثير الدرس، وذكر أنه درس كتابا 1000 مرة. الله أكبر. يعني المدونة. الله أكبر. نعم. كان يدرس الكتاب 1000 مرة. أي نعم. ذكر أبو العرب التميمي في طبقات علماء أفريقيا إفريقيا في طبقات علماء إفريقيا وتونس في ترجمة عباس بن الوليد الفارسي. إذا قيل لك إفريقيا يقصد بها تونس أصلا وما جاورها من بلاد المغرب العربي، مو إفريقيا معناها بلاد السودان وما خلفها، لا، زمان كلمة إفريقيا يعني تونس وما جاورها من بلاد المغرب. نعم. أيوة. في ترجمة عباس بن الوليد الفارسي ترجمة، يعني يجوز أن تقول ترجمة أو ترجمة، يعني الجيم فيها لغتان، فيها الفتح وفيها الضم. نعم. ولذلك نقول ابن عباس ترجمان القرآن أو ترجمان القرآن. نعم. في ترجمة عباس بن الوليد الفارسي المتوفى سنة 1800 أنه وجد
في آخر بعض كتبه درسته ألف مرة. قراءة عدد من الكتب مرات عديدة. ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام أبي بكر الأبهري المتوفى سنة 75 و300 أنه قال عن نفسه: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي عليكم السلام ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. أي نعم. قراءة البخاري والكشاف مرات كثيرة. قال المحبي في خلاصة الأثر في ترجمة العلامة علي بن عبد الواحد العلامة في ترجمة العلامة علي بن عبد الواحد علي بن عبد الواحد ابن محمد الأنصاري أبي الحسن السجلماسي الجزائري المتوفى سنة 57 و1000 إنه بلغ الغاية القصوى في الرواية والمحفوظات وكثرة القراءة. وحكى بعض تلامذته أنه قرأ 6 على مشايخه دراية. ما معنى دراية؟ يعني يقف عند كل سند ويقف عند كل متن. القراءة نوعان: الرواية والدراية. قراءة الدراية يعني يقف عند كل متن وعند كل سند. نعم. وقرأ البخاري 17 مرة بالدرس. قراءة بحث وتدقيق، ومر على الكشاف من أوله إلى آخره 30 مرة. الكشاف للزمخشري في التفسير، وهو تفسير معتزلي، لكن هذا عالم كبير يقرأ فينقب ويخرج الغث من السمين. نعم. منها قراءة ومنها مطالعة. نعم. وكان بعضهم من شدة ملازمته للكتاب يكاد يحفظه عن ظهر قلب ويهذه هذا. يعني يهذه هذا، يعني يسرع في عرضه وقراءته، وهذا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام حديث المسعود: لا تهذه كهذ الشعر. نعم. ففي ترجمة عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري المتوفى سنة 69 و700 أنه قال عن نفسه: لازمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه. ابن عطية طبعا عندك أنت، ابن الجوزي عنده كتاب اسمه زاد المسير، وابن عطية عنده محرر الوجيز. ابن عطية كتابه في التفسير اسمه المحرر الوجيز، وهو تفسير يدخل تحت نطاق التفسير التحليلي، وفيه بعض أشعرية، لأن ابن عطية كان أشعريا رحمه الله. نعم. وفي ترجمة أبي القاسم بن علي بن مسعود الشاطبي أنه كاد يحفظ صحيح البخاري من كثرة التكرار له في كل رمضان. ومن ذلك أيضا ما ذكره السخاوي في الضوء في ترجمة عثمان بن عبد الله أبي عمرو المقسي المتوفى سنة 77 و800 أنه أكثر من ملازمة المرور على الكتب الأربعة: التنبيه والمنهاج والبهجة وأصلها قراءة وإقراء حتى صارت له بها ملكة قوية. حتى صارت له بها ملكة قوية. نعم. وفي ترجمة أحمد بن عمر الناشري اليماني أنه اشتهر بمعرفة كتاب الوسيط حتى كان يعرف أين مكان المسألة فيه. حتى كان يعرف أين مكان المسألة فيه وفي أي صفحة. وفي أي صفحة هي بعد أن أصيب بالعمى. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه.